استعدوا يا أولاد للشمس الحارقة، لدينا يوم حافل في انتظارنا. ييها! مان أنا متحمس. جوين ماذا ستفعلين حين نصل؟ بان أنا أقرأ. أفكر بجعل ستينك فلاي يتدرب على الأهداف. بيو بيو بيو! رأيتما ذلك؟ لا، شممناه. هذا رائع. جوين 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 جوين. قلت أنا أقرأ. هدوءاً يا أولاد، يبدو أنكما مللتما من السيارة. لا تقلقا، نحتاج فقط لهواء نقي. ياه، عرض الكاوبوي، حلبة المعارك، مغامرات الغرب على بعد خطوات. لما الجو حار كذا؟ غرابي الحربة. لو شاهدكما أحد الكاوبويز سيضحك عليكما بالتأكيد. الجو حار قليلاً. ندمان. هاي كاوبوي، تبدو بحاجة لبعض الماء. تظن جدي بخير؟ يا أولاد، رأيت عربة كعربتنا تماماً. السيدة هناك أخبرتني عن مكان رائع في جبل تومبستون على بعد 10 أميال، وأجمل ما في الأمر يمكنكم البقاء هنا. ماذا؟ طيب. نعم، هذه ماكسين. هاي أولاد. هاي. إنها تقوم برحلة مثلنا، وأحفادها لا يريدون الذهاب وسيبقيا معكما. رعاية أطفال. انتظر لحظة جدي. لا تقلقا، ليس عليكما رعاية أحد، أحفادها كبار. هي أولاد، ادخلا. هذا راين. هاي. وهذا حفيدي الصغير سايمون. هل هناك أي مشكلة؟ سنكون بخير جدي. يلا روح انبسطوا، أوكي؟ هذا حقك. جدي. متأكدة؟ إلى اللقاء جدي. طيب، باي. راين، لا تنسى قيلولة سايمون والعصير، أنت تعلم العواقب. ساعة جميلة، لدي حقيبة تحولني إلى روبوت، تقرأ القصص؟ أعرف تهجئة مرحباً، هل أعلمك؟ حسناً، ميم، راء، حاء، باء، ألف. أفكر بالتخصص في الجيولوجيا، إذن ماذا تريد أن تكون؟ تبدلين؟ هذا الولد لا يطاق. حر جداً. ربما الآيس كريم ليست فكرة سيئة الآن. أنا أحب العصير أكثر. لو يمكنني التحول لأوفر فلو، ربما سأخفف الحر قليلاً. ها نحن. ماذا تفعل هذه؟ تريد سماع شيئاً رائعاً؟ أخذتني جدتي إلى الطبيب لأنه كان معي. حر جداً، أريد الذهاب للمنزل. أنا أتعرق وقدمي تؤلمانني، حقيبتي ثقيلة، أريد عصير. فهم، حر، حقيبتك ثقيلة، تريد عصير. أسكت، ألا تتوقف أبداً؟ هل تصرخ علي؟ لم أصرخ. انظر سايمون، الجو حار،